الأستاذة ليلى المرنيسي رئيسة جمعية كفاءات مواطنة للتنمية، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الإنسان جدول. كنتواجدوا اليوم بمنطقة سكورة أمدز عبر نقطتين اللي كيعرفوا حملة طبية متعددة التخصصات ومجانية اللي كيشملها كشوفات طبية مجانية، توزيع الأدوية، بعض العمليات الصغيرة المجانية، ومع توجيه الحالات المستعجلة للمستشفيات العمومية داخل مدينة فاس. هذه الحملة بشراكة مع المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، اللي من هذا المنبر كنوجه له سواء السيد المدير العام للمركز الاستشفائي ولا جميع الأطر القائمة على المركز ولا السادة الأساتذة والأطباء اللي تنقلوا معنا اليوم لهذه الحملة طبية. كذلك بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ببولمان تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس. هذه الحملة الطبية كتجي كيف العادة في إطار البرامج السنوية المسطرة لجمعية كفاءات، خصوصا في الحملات الشتوية، لأن كيف كان عرفوا أن خصوصا هذه المناطق من العالم القروي كتعرف واحد المشاكل الطبية كبيرة، وما كاين صعوبة في التنقل للمستشفيات. وهنا كنقولوا أن الهدف ديالنا من هذه الحملة هو فك العزلة عن هذه المناطق، وخصوصا بالنسبة للمرضى، تقديم خدمات طبية مجانية ذات جودة، وختاما باش أننا كنقصوا بعض الضغط على المستشفيات العمومية. فرصة اليوم باش نشكروا جميع المتدخلين في هذه الحملة الطبية، كل من موقعه وباسمه وصفته بالمساعدة دياله سواء بالكثير أو بالقليل ولو بالدعاء. شكر خاص للسلطات المحلية اللي حاضرة معنا اليوم منذ انطلاق الحملة، وشكر خاص للسيد الباشا والسيد القائد والقوات المساعدة والدرك الملكي، وشكر خاص للإعلام الوطني والمحلي اللي تحمل معنا عباء التنقل وكان معنا اليوم. وما نساوش لبينيفول المتطوعون اللي دائما حاضرين معنا في أي عمل إنساني. محمد تدي شرقي، أستاذ مساعد في مصلحة جراحة الأطفال في مركز الاستشفائي الحسن الثاني. جينا اليوم مع بشراكة مع جمعية كفاءات مواطنة للتنمية مع المندوبية الإقليمية للصحة في منطقة بولمان، لهذه المنطقة ديال سكورة، وبالضبط في الفيلاج ديال تغروت. دونك جينا باش نديرو حملة طبية الكشوفات مجانية. كاين مجموعة تخصصات منها جراحة الأطفال، طب الأطفال، جراحة المسالك البولية، طب النساء والتوليد. كانوا كشوفات قربنا يعني الخدمات الطبية للمواطنين اللي كاينين هنايا، وكاين مجموعة الأدوية اللي تعطوهم، وهذا كله من اجل تقريب يعني الخدمات لهذه المناطق المعزوله. السلام عليكم، ايمن الحكيم بناني، طبيب مقيم في مصلحه النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني فاس. جينا اليوم في سكورة من اجل النساء المعوزات. فاحنا تنديروا هنايا الفحص بالصدى، تنديروا الفحص السريري للنساء هنايا في هذا الاقليم من اجل فك العزله على الناس ديال الاقليم. هناك اطباء النساء والتوليد، هناك أطباء الجهاز الهضمي، هناك أطباء الأطفال. شكرا للناس المقيمين على هذه القافلة، إن شاء الله نكون معكم في مناسبات أخرى إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.